来到活动现场的各位朋友，大家好，下午好。كنرحب بجميع الحضور اللي جاوا هنايا لهذا المعرض. 也欢迎我们大各位来到我们今天中国欢乐中欢乐欢乐春节的这个开幕式的活动现场。我们今天到场的有我们来自中国的六位这种艺术家，给我们带来中国的一些传统工艺的一些展示。اليوم معنا مجموعة من العارضين اللي هما جاوا من الصين خصيصا باش يعرضوا لنا مجموعة من المنتجات ديالهم بالخاصة بالحرف التقليدية بمناسبة تنظيمنا للكرنفال كرنفال السنة الجديدة الصيني وكنرحب بجميع الحضور اللي جاوا هنا. 在我们这个小院子里啊，旁边也是我们摩洛哥的这个手工艺老师们的一些精美的作品，然后又有中国的这种传统文化的展示。تم الاختيار هذا المكان اللي هو مكان تاريخي اللي هو فندق بن عائشة لتواجد صناع تقليديين فيه يمكنكم ملاحظة أن كاين مجموعة من الحرف التقليدية المغربية إلى جانب الحرف التقليدية الصينية اللي جات اللي هي ستة ديال أنواع المنتجات. 我们感觉中摩两国文化的交流让我们两国人民之间的心更近了。هاد تبادل الخبرات وتبادل بين الثقافي بين المغرب والصين كيجعل العلاقات بين الصين والمغرب احسن وافضل. 这也是我们中国文化中心就是工作的一个方向，以后我们也要做更多的两国人民之间的一些文化交流，促进我们两国人民互相了解。هذا اتجاه من اتجاهات المركز الثقافي الصيني هو الدفع بالتبادلات بين التبادلات الثقافية خصوصا بما أننا مركز ثقافي صيني المزيد من الشراكات ومزيد من التبادل لتوطيد العلاقات الثقافية بين الصين والمغرب. 我们中国文化中心也欢迎我们摩洛哥的所有的朋友经常到我们文化中心来做客，欢迎大家。المركز الثقافي الصيني يرحب جميع المغاربة في المركز الثقافي الصيني ويرحبهم للمشاركة في جميع الأنشطة المنظمة في المركز. هذا العام كيف ما كتشوفوا معنا حاولنا أننا نحتفلوا بسنة صينية جديدة اللي هي سنة التنين بمدينة الرباط وبالضبط فندق بن عائشة، وحاولنا نحطوا عدة ورشات من بينها ورشة ديال الكاليغرافي والورشة ديال فن الظلال وكذلك ورشة النحت على الخشب وكذلك النحت على الطين ومن بينها ورشة أخرى كذلك إن شاء الله تعرفوا عليها ومرحبا بكم. وكيف ما كتعرفوا أن كاينة السنة الميلادية كاينة السنة الهجرية وكاينة السنة الأمازيغية وكذلك الصينيين عندهم سنة حتى همايا اللي كيحتفلوا بها على حسب الدورة القمرية اللي هذا العام غادي تجي إن شاء الله في شهر جوج نهار 10 إن شاء الله. ومرحبا بكم، نتمنى أنكم تكتشفوا معنا هاد الورشات اللي كاينين. And this time we brought our artists and also our players to here to celebrate our Chinese New Year. And we brought some works from the artists to show their good work and the best wishes to people here. And the musicians will do the performance for the people when they wander here. And we brought our best wishes here and hope everyone happy Chinese New Year.